السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم في قناه مستر وائل للبيولوجي. اعزائي طلبه الصف الاول الثانوي الترم الاول، هنحل النهارده اسئله على يونت 1 ليسون الكربوهيدرات علشان نفهم احنا قد ايه فاهمين الدرس، وفي نفس الوقت نتعود على طريقه حل الاسئله بالاسلوب الجديد. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق، وتفضلوا معانا نبدا الاسئله. اوكي، تشوز ذا كوركت انسر. كل الاسئله تشوز ذا كوركت انسر. all the mineral salts contain carbon atom. كل المينرال سولت بتاعت الكيمياء كونتين كربون اتوم. الكلام ده مش صح، الكلام ده غلط. The mineral salt are from organic molecules. لا، هو ان اورجانيك مولكيول، صح كده؟ يبقى التو ستيتمنتس دول ار رونج. اوكي، يبقى اختار ذا تو ستيتمنتس ار رونج، الاجابه بي. اوكي يا شباب، السؤال اللي بعده. all the biological macromolecules contain carbon atom. صح، كل البيولوجيكال macromolecules فيها كربون هيدروجين اند اوكسجين كمان. طيب، every chemical compound that contain carbon element is from biological macromolecule. لا، carbon dioxide contain carbon ومش biological macromolecule. الصوديوم بايكربونيت ولا الصوديوم كربونيت مش biological macromolecule. يبقى كده الجملة الأولى true والجملة الثانية false. يبقى the first statement is correct and the second statement is wrong. الإجابة B، صح يا شباب؟ during the photosynthesis process a large number of glucose molecule is produced in the chloroplast and stored through a process called. صح، هي الفوتوسينثيس بروسيس بتعمل شويه جلوكوز مولكيول. طب عايزين نخزن الجلوكوز ده، فناخد جلوكوز نمسكه مع جلوكوز نمسكه مع جلوكوز نمسكه مع جلوكوز. لما نمسك الجلوكوز مع الجلوكوز مع الجلوكوز عشان نعمل ستارش، فاكرين البروسيس دي كان اسمها ايه؟ لما امسك مونيمر مع مونيمر مع مونيمر عشان نعمل بوليمر، مش دي كان اسمها بوليمرايزيشن؟ صح يا شباب، فاكرين؟ اوكي ماشي. ذا مونوساكرايد كونتين، نختار بقى كده ونركز في الاجابه. احنا عارفين ان المونوساكرايد سي، الفير جنرال فورمولا بتاعت المونوساكرايد سي اتش 2 او باي ان، هوير ان دي من 3 ل 5 من 3 ل 6، صح كده؟ تمام. والان دي كانت النمبر اوف مين اوف كربون، انا براجع معاكم ها، كانت الان دي كانت اللي هي من 3 ل 6 كانت النمبر اوف كربون اتوم اور الاكسجين اتوم، ما كانتش النمبر اوف هيدروجين اتوم، صح؟ فهي فيها من 3 ل 6 يا كربون اتوم يا اكسجين اتوم. تعالوا نروح نشوف الاختيار الصح. فيها من 3 ل 6 اكسجين اتوم، صح، ما احنا لسه قايلين من 3 ل 6 يا اكسجين اتوم يا كربون اتوم، الكلام ده صح. فيها 3 هيدروجين اتوم و3 اكسجين اتوم، هو لازم كميه الهيدروجين تبقى دبل كميه الاكسجين، فالكلام ده مرفوض. فيها من 3 ل 6 هيدروجين اتوم، لا، هي فيها من 3 ل 6 يا اكسجين اتوم يا كربون اتوم. فيها من 6 ل 12 كربون اتوم، لا، هي فيها من 3 ل 6 كربون اتوم. الاجابه الوحيده اللي صح هي A، صح يا شباب. السؤال اللي بعده. If you know that the number of hydrogen atom in monosaccharide is X، النمبر بتاع الهيدروجين دايما بيبقى دبل النمبر بتاع الكربون ودبل النمبر بتاع الاكسجين، فلو كمية الهيدروجين اللي موجودة في مونوساكرايد تطلع X، يبقى النمبر of carbon atom equal كام؟ equal نص X، صح كده؟ half X، صح كده؟ او X divide 2، الاجابة X divide 2، الاجابة دي هي اللي صح يا شباب، سهل الكلام. اوكي، سؤال يعني في كذا تشويس كده. طيب، during binding between two glucose molecules، حلو، هنمسك اتنين glucose molecule، هنمسك بجلوكوزيتك بوند ونطلع water molecule، صح؟ اوكي، a water molecule is removed. وفكركم ان كل جلوكوز لما تمسك، او جلوكوز لما تمسك مع الجلوكوز هيعملوا دايساكرايد اسمه معمول من اتنين جلوكوز، يبقى مالتوز، صح كده؟ تمام. in the light of this information، انا قايل لك ان لما اتنين جلوكوز يمسكوا مع بعض هيطلعوا water molecule. In the light of this information, answer the following. The molecular formula of polymer that consists of three glucose molecules. طب لما نعمل بقى بوليمر معمول من 3 جلوكوز مولكيول، هنشيل كم مولكيول ووتر؟ هنشيل 2 مولكيول ووتر، يعني هنشيل 4 هيدروجين وهنشيل 2 اكسجين. طيب، هو 3 في 6 بكام؟ ب 18، يبقى الكربون اتوم لازم 18، ودي ضعفها 36، صح كده؟ المفروض دي 36 ودي زيها 18، نشيل كام؟ 2 ووتر، يعني نشيل 4 من 30 تبقى كام؟ 26، يبقى المفروض 4 من سوري من 36 يبقى المفروض 32، يبقى دي الرقم الصح 18 36، المفروض دي 18، احنا هنشيل 2 اكسجين يبقى 16، يبقى الاجابه بي، صح يا شباب. اوكي، نرجع تاني، ارجو بلاش بلاش نكون لمحنا الاجابات الباقيه يعني، ماشي. اوكي، the number of eliminated water molecule،
resulted from the formation of polymer consist of 9 monomer. انا عارف ان النمبر اوف ووتر مولكيولز ان ايكوال النمبر اوف مونومر ماينس 1. ادام هم 9 مونومر يبقى هنشيل كام مولكيول ووتر؟ اكيد 9 مولكيولز. صح يا شباب؟ نتاكد ان اجابتنا صح. 9 مولكيول. اللي بعده, what is the number of hydrogen and oxygen atom that are removed on the formation of a polymer consist of 5 monomer. السؤال ده عايزك تحسب لي كم ووتر مولكيول هيطلع, تمام, من ال 5 مونومر. تعال نحسبها مع بعض. ال 5 مونومر لما يمسكوا مع بعض هيطلعوا لي 4 مولكيول ووتر. طب 4 مولكيول ووتر فيها كام بقى هيدروجين واكسجين اتوم؟ 4 مولكيول ووتر يعني 4 تايم H2O. 4 تايم H2 يعني 8 هيدروجين و4 اكسجين. 8 هيدروجين بلس 4 اكسجين يبقوا كام اتوم؟ يبقوا 12 اتوم. يبقى الاجابه 12 اتوم. عرفنا جت منين رقم 12؟ الاجابه 12 اتوم. تمام يا شباب. السؤال الاخير, what is the number of water molecule that are resulted from the formation of 5 maltose molecule. خلي بالك كل مالتوز مولكيول بيتعمل من 2 جلوكوز مولكيول. طب مالتوز مولكيول الاولاني عمل ووتر مولكيول واحده, المالتوز مولكيول الثاني عمل كمان ووتر مولكيول, المالتوز الثالث كمان, يعني كل مولكيول من المالتوز هيطلع لي 1 ووتر مولكيول. اما انت ادام انت عامل 5 مولكيول من المالتوز يبقى طلعت 5 مولكيولز من الووتر. اوكي, السؤال ده بعض الطلبه كده بيقول لي نمبر 5 اطرح 1 يبقى 4 مولكيول اوف ووتر. الكلام ده لو هتعملهم كلهم بوليمر واحد, انما انت عامل كذا بوليمر اهو 5 بوليمر, صح؟ كل بوليمر هيطلع لك مولكيول ووتر, يبقى هنا 5 مولكيول من البوليمر او 5 بوليمرز ب 5 مولكيول من الووتر. سهل يا شباب. اوكي, choose the correct answer. The opposite graph shows the number of carbon atom in two organic compounds. حلو جدا. Of carbohydrate, الاثنين دول كربوهيدرات, ده number of carbon atom. الكربوهيدرات Y ده فيه 5 carbon atom والكربوهيدرات X ده فيه 6 carbon atom. حلو جدا. Which of the following represent X, خلي بالك بس هو مغير, ها, هو قال X الاول, وهو دايما بيلعب على ان انت مركز معايا ولا انت بت 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 يعني بتهبد وخلاص. الطبيعي ان هو قال Y قبل X, لا هو قال لك X قبل Y عشان يلخبطك, ها. اوكي, يبقى which of the following may represent X and Y respectively, وكلمة respectively دي هتخليك تختار اختيار معين. اوكي, طيب X الاولاني, X ده فيه 6 كربون اتوم, تمشي معايا جلوكوز, ايديال جلوكوز. اوكي, طيب الجلوكوز ده هختاره الاول عشان هو قال X الاول, وY ده بنتوز اللي هو ريبوز, صح كده؟ يبقى انا ممكن اروح اختار الاختيار اللي بيقول مثلا هيكسوز زي فركتوز مثلا, وبعدين بنتوز زي الريبوز مثلا. نشوف, طب الفروت شوجر, الفروت شوجر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن فركتوز, صح كده؟ تمشي معايا. التاني كان شوجر, التاني مرفوض. طب بي اكس الاولاني دي جراب شوجر, ده جلوكوز, تمشي معايا. والتاني ريبوز شوجر, اختيار ايديال, الاختيار ده ايديال, صح؟ نتاكد ان الباقي غلط. ميلك شوجر, ميلك شوجر ده لاكتوز دايساكرايد اصلا, سي 12 مش سي 6, تمام. ومالت شوجر برده دايساكرايد, كان شوجر ده دايساكرايد وميلك شوجر ده دايساكرايد, ما فيش غير الاجابه الاولانيه, هي سوري اللي هي بي, يعني الاجابه بي. اوكي يا شباب, تمام. اوكي, طيب which of the following represent the total number of glucose وفركتوز وجلاكتوز مولكيول respectively, بالترتيب, يعني انا عايز جلوكوز الاول وفركتوز الثاني وجلاكتوز الثالث عشان احنا نقعد نحسب دلوقتي. On the hydrolysis of 20 molecules of maltose و10 molecules of lactose و10 molecules of sucrose. تعالوا نعمل hydrolysis للمولكيول دي ونشوف هتجمع معايا ايه. طب لما اعمل هيدروليسيز لمولكيول المالتوز هيديني 2 جلوكوز مولكيول. انا عملت هيدروليسيز ل 20 مولكيول مالتوز يبقى هيديني 20 و20 هيديني 40 مولكيول جلوكوز. يبقى الاولاني ده اداني 40 مولكيول جلوكوز. اوكي, نشوف الباقي. الثاني 10 مولكيول من اللاكتوز, لما اعمل اكسر اللاكتوز هيديني جلوكوز وجلاكتوز. 10 و10 يديني 10 جلوكوز و10 جلاكتوز. ال10 جلوكوز مع ال40 جلوكوز وصلنا 50 جلوكوز, صح كده؟ وكم فركتوز؟ 10, صح؟ يبقى 50 جلوكوز وجلاكتوز, انا اسف اللاكتوز ده جلاكتوز, يبقى وصلنا دلوقتي ده 50 وده 10. فاضل الاخير, الاخير مين؟ الاخير عند 10 مولكيول اوف سكروز. السكروز هيديك جلوكوز وفركتوز. طب 10 ايه بيديك؟ 10 جلوكوز و10 فركتوز. 10 جلوكوز على 50 يبقوا 60, والفركتوز ده كان 0 يبقى 10. يبقى الرقم النهائي دلوقتي 60 و10 و10.
صح كده، بالترتيب اللي هو قال عليه، يطلع الجلوكوز 60 والفركتوز 10 والجالاكتوز 10 لما نعمل هيدروليسيس للحاجات اللي قال عليها. فهختار الإجابة اللي بتقول 60 10 10. أرجو إن يكون السؤال سهل كالكوليشن، ده سؤال حساب بس هنجمعهم كده يعني. ها أوكي طيب، by using the following figures. حلو جدا. Which choice represent a molecule of malt sugar؟ احنا عارفين ان المالت شوجر اللي هو المالتوز بيتعمل من جلوكوز ماسك مع جلوكوز، يعني انا لازم اروح اختار الشكل اللي بيقول ان حاجتين زي بعض ماسكين مع بعض. اوكي، فانا شايف الشكل ده اللي بيقول حاجتين زي بعض ماسكين مع بعض، صح؟ هنا الحاجتين دول مش زي بعض، هنا الحاجتين دول مش زي بعض، هنا الحاجتين دول مش زي بعض، فده اللي حقيقة يمثل المالتوز او المالت شوجر. الاجابه بي. تمام يا شباب؟ اوكي طيب، which of the following represent the mistake in the opposite experiment؟ الـ opposite experiment ده جايب تيست تيوب حاطط فيها 5 مللتر اوف جلوكوز سوليوشن و5 مللتر اوف بندكتري ايجنت، وانا بشرح الحته دي يا شباب قلت الاختبار الوحيد اللي هناخده، احنا ما خدناش غيره لغايه دلوقتي هو والايودين، بس اللي هناخدهم كلهم الريجنت اللي هناخدهم كلهم عشان نكشف على الفاتس او الليبتس كمان شويه، وعشان نكشف عن البروتين بعديها بشويه، الريجنت الوحيد اللي محتاج ووتر باس هو البندكتري ايجنت، لازم التجربه دي تتحط في ووتر باس. اوكي طيب، هل البندكت كلر مظبوط؟ اه البندكت كلر مظبوط، لونه بلو اهو، صح كده. اوكي يبقى ايه المستيك اللي هنا؟ هتقول لي اكيد المستيك اللي هنا ان مفيش ووتر باس. بص كده، البندكت ايجنت غلط. لا، ما هو البندكت ايجنت صح اللي بكشف بيه على الجلوكوز. لا، انت حاطط بندكت ايجنت صح. تمام، الجلوكوز سوليوشن اماونت، لا الاماونت اوف جلوكوز سوليوشن لازم تبقى ايكوال الاماونت اوف بندكت ايجنت، وانا شايف الاماونت واحده. السوليوشن كلر، لا السوليوشن كلر بيبقى لونه بلو او دارك بلو، لا اللون صح. الحاجه الوحيده اللي صح ان او الغلط سوري او المستيك يعني اللي انت بتدور عليها ابسنس اوف ووتر باس، لازم تحط ووتر باس هنا علشان التجربه دي تديك بوزيتيف ريزلت او تشتغل معاك صح يعني. اوكي تمام طيب، تعالوا نشوف السؤال يعني كومبليكيتد شويه ده، او في كذا سؤال فيه يعني. This figure، الفيجر ده ماله بقى؟ ريبريزنت كيميكال رياكشن. حلو جدا. هوير A وB وC، ادي A ودي بي، ادي اي بلس اي ودي اي بلس بي ودي اي بلس سي. اي وبي وسي دول بقى ار هيكسوس شوجر، الثلاثه دول 6 كربون اتوم شوجر. حلو تمام، استدي ذيس ذا انسر. طب تعالى نشوف هو معايا ايه بقى. قال اي واي، فادام اي واي يبقى الاثنين دول جلوكوز، يبقى ده جلوكوز بلس كوز، شلنا منه ووتر، عملنا له دي هيدريشن رياكشن، شلنا منه ووتر، واكيد انا عارف ان الجلوكوز بلس جلوكوز يديني مالتوز. اوكي طب اي بلس بي ايه ده؟ خلاص احنا اتفقنا ان هو جلوكوز. طب ما ممكن يكون جلوكوز بلس فراكتوز، او جلوكوز بلس فراكتوز يديني ايه؟ ساكروز، او جلوكوز بلس جالاكتوز ويديني لاكتوز. فهتلاقي واحد في بي واحد في سي، واحد جالاكتوز تمام كده وواحد فراكتوز، صح كده؟ انا بس مش قادر اخمن مين فيهم بي ومين فيهم سي، صح كده؟ هنشوف السؤال اكيد هو هيراعي ان انت مش عارف الفرق، صح كده؟ Which of the following sugar is or are present in barley grains؟ بارلي اللي هو الشعير يا شباب، والشعير اللي هو مالت يبقى مالتوز، الوحيد اللي فيهم هو المالتوز اللي فيه جلوكوز بلس جلوكوز، وانا متاكد ان هو 1، صح كده؟ تمام؟ عشان ده مش جلوكوز بلس جلوكوز، وده كمان مش جلوكوز بلس جلوكوز، فالاجابه هو 1. اوكي؟ طيب السؤال ده انا ما اعرفش يا مستر ان بارلي هو الشعير، انا قلت احنا بنسال اسئله بره المنهج. اوكي؟ اسئله معلومات عامه، انت مش عارف ان البارلي فيه مالتوز، يعني it is your mistake. انت عندك معلومات يعني عشان كده نحل اسئله كتير، معلوماتنا العامه لازم تبقى كتير. اوكي تمام. Which of the following may represent the sugar that belongs to animal origin؟ اوكي، اللي belong to animal origin هو اللاكتوز طبعا يا شباب، صح؟ هو اللي موجود في الميلك بتاع الانيمال اوريجين سواء هيومن او انيمال يعني. طيب اللاكتوز ده يطلع جلوكوز بلس جالاكتوز او جلوكوز بلس جالاكتوز، ممكن البي هو الجالاكتوز يديني لاكتوز، وممكن السي هو الجالاكتوز يديني لاكتوز، يعني انا مش عارف بالظبط هو 2 ولا 3، بس هو يا 2 يا 3، صح يا شباب؟ فالاجابه كده 1 اور 2، لا 1 ده ملتوزر احنا متاكدين منه. ها هي الاجابه يا 2 يا 3، فالاجابه كده تطلع دي. لا هو هنا الفرق، بصوا كده 1 اور 2، لا هي مش 1 اور 2، هي 2 اند 3، لا هو مش 2 اند 3، هو يا 2 يا 3، فالاجابه دي اور 3. اتفقنا يا شباب؟ نشوف كده الاجابه الصحيحه دي اور، سوري 2 اور 3. اتفقنا يا شباب؟ نرجع نشوف السؤال الاخير. Which of the following statement is wrong؟ تعالوا نشوف.
The sugar A, sugar A ده اللي هو الجلوكوز ها, is mainly used to produce energy in most cells. طبعا الجلوكوز is the fast and the main and the fastest source of energy. الكلام ده صح, هو عايز الجملة ايه الرونج. طيب the sugar A اللي هو الجلوكوز enter in the structure of disaccharide only, هي only دي اللي مش عجباني, هو enter in structure of disaccharide وpolysaccharide صح كده تمام, ف only دي مش عجباني فخليها على جنب اختيار B ده لغاية ما نشوف الباقي. The sugar A و B و C, A و B و C هم التلاتة قال لك هم الأول هيكسوس شوجر مالهم, have the same molecular formula, طبعا ليهم the same molecular formula كلهم C6H12O6. طيب يبقى الجملة C دي صح. The sugar A B and C have the same number of atom, أيوة ما هو لهم C6H12O6 تجمع الأتوم دول شوفهم كم هيطلع مجموعهم واحد في كله صح, يبقى هو الكلام الغلط الوحيد ان الشوجر A اللي هو الجلوكوز ده in this enter in the structure of disaccharide only. ليه ما ممكن يبقى مونوساكاريد لوحده هو, وممكن يبقى 500 600 واحد عاملين لي بوليساكاريد صح كده, فالإجابة B عشان كلمة only دي ها. اوكي الإجابة B هي الايه, هي الرونج اللي فيهم يعني. طيب خلي بالك خلي بالك, choose two correct answer, اللي هيختار اجابه صح اولا انت تلاقي اجابتين صح يعني, فانت هتقعد تقول لي طب اختار مثلا بي ولا سي, ما هو البي صح وسي صح, تقول لي اختار بي بس اقول لك انا بقى نص الدرجه ساعتها ماشي. اوكي choose two correct answer. اوكي from the similarities between water and glucose is that both of them water وglucose, الووتر H2O والجلوكوز C6H12O6, contain hydrogen, دي هيدروجين اه ودي هيدروجين اه, كونتين كربون, دي ما فيهاش كربون, يبقى ايه صح انما بيه غلط, كونتين نيتروجين غلط, كونتين اكسجين H2O والتانية فيها اكسجين صح, كونتين فوسفورس غلط, يبقى الاجابة D و A, كونتين هيدروجين واكسجين, هيدروجين واكسجين سهلة دي يا شباب. What is the result from combination, choose to correct answer, what is the result from combination of many molecules of grab sugar, الجراب شوجر ده مين يا شباب, ده الجلوكوز. طيب عايزين نمسك كذا مولوكيول جلوكوز مع بعض هيديني كومبلكس شوجر, واحنا عارفين ان انا عندي ثلاثة كومبلكس شوجر, يا سيلولوز يا ستارش يا جلايكوجين صح كده. طيب لاكتوز, لا لاكتوز اتنين بقى, لاكتوز ده اصلا جلوكوز مع جلاكتوز. اوكي سيلولوز, سيلولوز اجابة صحيحة ده بولي ساكرايد, مالتوز, مالتوز دول اتنين بس. اوكي مالتوز دول اتنين جراب شوجر بس. اوكي جلايكوجين ده بولي ساكرايد ماشي صح, يبقى هو جلايكوجين وسيلولوز, ساكروز ده جلوكوز مع فركتوز اصلا, يبقى جلايكوجين صح وسيلولوز صح, بي ودي صح يا شباب. اللي بعد تشوز تو كوريكت انسر, ويتش اوف ذا فولوينج مولكيول كونتين كربون اتوم, اختار لي مين اللي فيهم كربون اتوم, ووتر ما فيهاش كربون, تيبل صودي تيبل صولت صوديوم كلورايد ما فيهوش, كربون دايكسايد طبعا فيه, امونيا ان اتش 3 ما فيهوش, جلوكوز شوجر اه في طبعا, يبقى الاجابه كربون دايكسايد وجلوكوز شوجر. اوكي طيب this figure illustrate one of plant complex sugar, what does it represent, البلانت كومبلكس شوجر يا اما سيلولوز, وانا شايف ان ده ستريت لاين كده لونج ستريت كده يعني ده غالبا سيلولوز ها تمام, بس هو عايز تشوز تو كوريكت انسر, يبقى اكيد يا سيلولوز يا ستارش صح كده تمام, اكيد ستارش اجابه صحيحه, عشان لو هختار اجابه واحده بس يبقى هو سيلولوز, لان الستارش كويلد وبرانش, هنا مفيش برانش خالص. اوكي ولكن هم سيميلر يونت كده ماسكين جنب بعض كلهم كومبلكس شوجر, كلهم معمولين من جلوكوز يونتس كده ماسكين في بعض, فالستارش تمشي, جلايكوجين ده ما يمشيش لان ده في البلانت سيل ولا في الانيمال سيل, ده في الانيمال سيل, هو بيقول لك بلانت اهو ان بلانت, يبقى جلايكوجين ده مرفوض عشان هنا في بلانت وده في الانيمال ها. اوكي ستارش مقبول وسيلولوز مقبول, ساكروز ده داي ساكرايد, لاكتوز ده داي ساكرايد, سيلولوز وستارش هم الاجابه الصحيح. ثانك يو يا شباب, أأمل إن الدرس يكون مفهوم, كربوهيدرات لسون لذيذ, يتذاكر كويس, يتحل عليه أسئلة كتير, علشان المرة الجاية لما ناخد الليبيد ما يحصلش أوفرلابنج, والمرة اللي بعديها لما ناخد البروتين ما يحصلش كونفيوجن بقى ما بين التلاتة. ستادي هارت, أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.